أوسلو في السيتي، قاعدة هناك شكوات معجبات. هذا اللي صار في مظاهرة، يعني راحة حلوة هناك. فهني هذه غزالهم هني، هذا دائما عندهم هني متوفر بكثرة. حلو العاصمة عجبتني. طير شحلاته، هذا زرزوره، ما هذا الزرزور الصح، مو زرزورنا. شوف شحلاته قاعد واحلى شحلاته، طير اول مره اشوفه، زرزور نرويجي يغرغد. اقرب ما عنده ولا خايف، يطلع لك زرزور، يطلع لك غزال، مو احنا يطلع لك واحد يخرعك. طار طار احنا، شوف هذا يشرب امه، محلاه لا شوف، يقولون شوف يشرب امه، شوف احلى منظر صراحه، معوقه امه قاعد يشربها. هذا بر الوالدين اللي بيشوفني، مو تقول لي العرب بر الوالدين، هذا ها شرب امه اول شيء بعدين شرب. الله احلى موقف، حلاته الرحمه تستاهل والله. المنظر الجميل لك دي كيف في النيروج، هذه اختك محجبه هني في النيروج، واحده من البنات ما شاء الله عليها شكلها من الكويت. المهم جايين سياحه، كاميرتها معاها، المهم الله يستر عليها. هذاك علم النرويجي، بلد حلوه بالصيف بس ما فيها شغل. حلو النيروج، حلو فيها شغل بس بال شكلها نفس فنلندا، فيها يعني شغلها كويس. هذا ابو خالد قلت لي افلام افلام، ها هذا ال... اه سوري يا حبيبي، هذا كذي اعطيتك المنظر. هذا الحين قاعد بنيروج، باقي لي ثلاث ساعات على ما اروح العباره، نفس هذه شفتها، اروح ل السويد، من السويد براغ، من براغ لبنان ان شاء الله، الله يسهل. فحبيت اعطيك المنظر الجميل هذا بس. سلم حجي سلم. النحل، نحل كبير وفي نحل صغير، نيروج هذيك حلوة، مشكورة هذيك، قاعد الرحيق، قاعد تنحف تنقح، حلوة شوف النحل أنواعه، عجبني صراحة. هذا يجيك عسل النرويجي، حلوة، شوف شو هذا كبرها، نوع من أنواع النحل. وعندنا ذبان مش كبره بقى بس يقرص، طاش حرات هذا مثلا دير شاب اللي هو بقاله نيروج كذي، بقالتهم قبل سبحان الله، نفس قبل نفس بعد قبل قضاعة وكذي، حتى لبس البنات طبعا لبس بنت قديم حليفة بقالة تبيع. سياحيون هني، هذا بيوت النرويجيين اللي هو فايكن ملك، هذا لبسه من قبل كذي، جا بضاعة حتى من الوطن العربي جايبين واحد، يا سلام الانكسا بضاعة من العرب، سلام. You used to trade with the Middle East? تاريخ 26/8/2014، فهذه كانت المدينة السيتي العاصمة السنتروم اللي في أوسلو في النرويج. فهذه البيوت هي نفسها مثل ما كانت أول، فهذا مكانها، يسمونها مدينة الفايكن، هم شعب الفايكن. فهذا البيوت هي نفسها حولوا فيهدمونها، يعني اضطروا انه يخلونه ميزيم متحف. فبيوتهم نفس ما اول، يا حبيبي شوف البناء القديم، خشب كله خشب، السلام قوي. هذا بيوتهم قديمة ايام العشيش، حبيبي هذا عشيش فوق، يطلع لك شيار
هذه بيوتها يعني نفسها هي ما تغير، مو يعني مو بانينها، هذا اللي حولها جديد بس هذا خلوه متحف. فهذا هم حتى شوي له ريحة. هذه غزال شارد قاعد في ربوع النرويج محلاها. اوه بيوت والله، جيران هني قطعة خمسة صليبية، قطعة جهرة، شارع هذه هي اوسلو، هذه نرويج كلها، هذه اوسلو نروي تلكم، هذه المدينة وهذه البيوت هي شفتها سنة 1930. هي شوف هذا البيوت اللي احنا فيها، اشوف الحين الحين هذه كلها بيوت، هذه الصورة هي نفسها هذه البيوت اللي احنا حواليها. هذه طب العماير هذا كله كان فاضي، هذه البيوت شفتها، هذا البيوت اعتقد هو هذا، شوف هني فاضي الحين كلها بيوت، هذه نفقات وطرق وشوارع وقطارات. مير ساملينجز بالانجليزي، the country اسمها telecoms as divided into a four direction as telemark تيمان فست telemark. anyway هذا يقول لك تاريخها، هذا خلنا نصور وقفها شوي بعدين نقراها على راحتنا. قديم ايام قبل. Hey, you have Facebook? Yeah. Yeah, now in this fashion, the old fashion, you have Facebook? How can be? There's no technology, come on. Of course. قلت عندك فيسبوك تقول لا. الخنزير يا حبيبي حيوان غذر. اساسا سبحان الله تعالى الله خلقه علشان بس ينظف الاكل، هو اساسا حيوان بري يحب ياكل من البر وياكل الزبايل. شوف الوسخ، شوف الطين، سبحان الله الله خلقه للتنظيف الزبايل وياكل العفن والخياس والوساخه. فهذا حتى مهيله بيئه الغداره، حتى الريحه خايسه والله يعطيها. شاوشه ها خبره بغل. هذا بيته، هذا حيوان خنزير نرويجي سنة 1800 وشوية طبعا حسب ما المتحف الميوزيوم. يسكنون شمال النرويج، اشكالهم اسكندنافيين ولا انجلش، هذول النرويجين ايام قبل. هذا هذا غزالهم، هذا معتمدين عليه حتى ايش يسوون عنده. هم اكتشفوا النفط تبحبحوا، ناس تبحبح شعوبها. احنا تكنولوجيات القبل ها اشتغلن، مو الحين بطرق نايت كلاب زينهن. شلاء المعدات اللي قبل، هذه خيمة، الله طلعوا بدو النرويجيين، يا لا طلعوا من ربعنا، شنو بعد دوا وشاي غوري هناك حبيبي، شاي تخدير، شو حرا طالع حرمة بعد حبيبي، لا طلع مثلنا هذول خيم وما خيم بعد. ها هذا هذا اللي شمال النرويج طبعا، شمال نرويج، شمال نرويج بدو، هم عيال العملة، ما ادري جشعم، ما ادري نيم، ما ادري ما بعيدين، هل واحدة من هل هذا لهم ريال قدام هذه المرة. هذا بيت، هذا النرويجية الحديثة، ها 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 هذه شوفهم سبحان الله، من هذول إلى هاللبس هذا مسكيتي وتغيره، وين ايام قبل الله يرحم اجدادك. هذا اللبس النرويجي وصلنا هنا تقريبا، دربون الشباب ان شاء الله عدل، والله ما ادري هذا بشجع النادي هذا، خلاص هذا نادي في منطقه، في منطقه اسمها هيلدن، بس هيلدن هيلدن
هيلدن مو فيدا ثانك يو. بعد ما وصلنا هيلدن هذه منطقه قبل هيلدن كبيره شوي بعد والله صلاه حلوه. هذا القطار اخذنا من اوسلو الى غوتنبرغ. لا حدود لا شرطه لا تفتيش لا جمارك قطارات دولة داخل دولة وما أدري فلوسهم تروح البعض وتوزعون ومتشاركين مع بعض وشغل عدل. تبعت بأوسلو تنزل بالسويد تدفع بالنرويج وتنزل بكوثنبرغ يا حبيبي. وهذا أنا قاعد هني وكانوا هني لا حدود لا شبك شحالات محط لك هني إنترنت بعد. أنا الوحيد اللي رايح السويد هذه كلها نرويج. حلو محطة كلها لي الحين. الحين قاعد على راحتي أمدمد ما حد شغلات خضراء وبالشتاء تصير ثلج هني. يلا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان تعمل فولو سبسكرايب لايك وتفعل الاشعارات.